Maya, ouais. صافي دابا مستزاد على ذاك ديك كوش الكراج مزوجة كوش مزوجة صافي 4 سنين 3 سنين من سنة ونص سنة جا مروحة لا تقول فيها لا قبعة كذا يدير النار أصدق صديقي في الطومبي جزا من مياش فاس سري غاس فرح ما يوشف فرح يا مويا فيديو نيش من هنا يا خياتي كيما راكو تشوفو انا نحيو في الخشوف كيما راهي بان لكم يما راهي تماك راكو تشوفو فيها يعني وشوفو هنا يا الجبل هذا شحال شباب تينكا هنشوف كيف تدوالي تينكا كسيف ايه انت لا كيف يا وش راح نحو تانيك الجنينة كيفاش نخدم ضمان الدم داكي ما كنت كنت برنا ميا خصاص سواتي بس ما شوية الدس اروح حميم هيش قام زانو غانو غانو هكا في كافي قام زين والو يما تغجي هكا روح هدي هدي روح روح هكي نروح استوجك استوجك ثلاثة فضيه تغدي ايوا اما ابي اش ادلني اش اش زي ما استقال اصدصتين اي 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 ريت وغاد وغاد زين هذا الجفير وغاد تي لا جفير لا جفير اللي هين صافي نمشي بزاف ما صح راهو الناس شان ياي كي 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 زين غير تفرج هيك شان غار النار نزيدو شي يمكن يس دونك هنا البنات راح نشارك معاكم هاد الوصفه على بالي بلي راح تحقوها كامل سورتو في هاد رمضان سورتو هكا للسهرات وكل شيء راح ندير معكم العسيله كيفاش ديروا العسيله في الدار بلا ما تشريوها سورتو راهي غاليه شويه صافي تقدروا ديروها في الدار يعني بالايادي تاعكم امنه ولا كيفاش نقول لكم شغل تعرفوا بلي راهي مليحه دونك هنايا راح نبداو بيان بالمقادير كي كنت نعرف حدا ادخل ما يكون العسيله تدخل في فاش يكون تاكي كي اساسيون في ديجا اجها ما تخون تحت حاجه كخان شو غادي تقول بلي تبغى تجها شي حاجه العاليه تصل اليز ماشي ما تضغط حاجه زوج بعد تضغط المهم فورا ديريكتومون انا روح على روسيت قمه متكني دي اما تاكارا غتولي مخطر فورا ديزاين كيديو سهجون اشي ورا امشي تسبوي ماشي ورا شغل الا قد تزرب امشي تسبوي ولكن اتفخت كما قلت لكم خياتي المقادير راهم سهلين بزاف وكيفاش تحسبوها سهله وكيفاش توزنوا سهل مي بصح الحاجه اللي راهي لازم تعرفوها هي كيفاش انطيبوها على خاطر لو كان تخسر هكا شويه شغل ما تبعتوش بيان راح ما تخرجش بنينه دونك هنايا كما راكم تشوفوا راني درت السكر بيان سور كيلت بهذا الكاس كما راه يبان لكم كاس كبير راح ندير 3 كيلات تاع السكر 3 كيلات تاع السكر العادي بيان سور وراح نزيد تهنيك في لي ترونش تاع فوالا لي روندال تاع ليمون كيما راه يبان لكم ومن بعد بالنسبه للماء راح نسحقوا كيلو ونص تاع الماء مي بصح هنايا في الاول كامل راح نديروا برك نص هذاك تاع الكميه تاع الماء ومن بعد في الاخير راح نزيدوا واش تبقى من هذاك الكيلو
فاصل قعدوا راح تشوفوا كامل هنايا كما قلت لكم راني كيلت بهذا بيان سور دوما انا يا حبيت ندير كميه كبيره هكاك باش نجمعها وماشي كل خطره كنسحقها نبدا نطيب فيها لا لا نديرها يعني كميه كبيره ومن بعد نخبيها نديرها هكا في ريسيبيون نغطيه بيان ونحطه في الفريجيدار ومن بعد كل ما نسحق نسحقه راح نحيه مي نتوما الا حبيتوا يعني تجربوها ولا ولا شغل حبيتوا كل خطره تديروا ديروا كيس هكا يكون صغير فوالا دونك هنايا يعني درت 3 كيلات تاع السكر كما قلت لكم وليطونش تاع تاع الليمون دونك هنايا عندي النص الكيلة تاع الماء فوالا قلت لكم بالنسبه للماء كامل راح نديروا كيلو ونص مي بصح هذاك النص الكيلة راح نديرها في الاول هكا في الاول وراح نشعلوا للفرن ونخليها هكا حتى تطيب كامل حتى تبدل لاكولور حتى تبدا تغلي باش نولي ليها ونزيد في الماء بيان سور بالنسبه للماء دونك راح نوري لكم راح نطيبوه قبل شغل لازم يغلي قبل هذاك الماء باش نديروه في الاخر تفصوا قعدوا وراح تشوفوا يعني كيفاش نديروه دونك هنايا راح نخلط هكا برك باش يدخل السكر هذاك باش يتخلط بيان مع الماء دروك هنايا راح نخليه حتى يذوب كامل هذاك السكر وثاني حتى يغلي وحتى تبدل لاكولور تاعو باش نولي ليه ونكملو في الوصفه تاعنا هنايا بيان سور ما راحش نتوشيها بالمغرف راح نخليها هكا يعني يذوب كامل السكر بيان سور راني توشيتها برك بالمغرف في الاول هكاك باش ناصي بلي السكر هذاك دخل في كامل السكر دونك هنايا كيما راكو تشوفوا يعني هذا السكر بدا يغلي مي بصح لا كلش اش راك تقول عضيت وزريع المهم كيما قلت لكم دونك هنايا السكر هذا بدا يغلي مي بصح لا كلور تاعو مازال ما تبدلتش راح نخليه هكا حتى يتبدل تبدل لا كلور تاعو باش نزيد له في المقدار الاخير بيان سور المقدار هو الاخير وراكم كملتم العسيله تاعكم بزاف سهله بزاف بزاف سهله بزاف في حدا يتسهل مليح مليح لا رستقي اتجست تبويه مانيس عشتي تسهل يا كيما راهي بان لكم راهي بدات لا كولور تاع هذا السكر يتبدل راكم تشوفوا فيه راهو بدا يتبدل دروك راهو اصفر مي بصح لازم يولي شويه شغل برتقال شويه الكميه تاع الماء اللي تبقات كما راهي بان لكم هذه الكميه راح نديروها باش تسخن راح نديروها باش تسخن ومن بعد راح نديروها للداخل كي نكمل من هذا السكر ابارت حنايا ترى السكر ميك ملي نكبروا السكر هي كي نصغير لا كولور لا كولور نكون في الدنيا مثلا توازن تاكون في تشي نجيب بيان سور نورمال تشم يا ريغمان كي نبدا هزاك نكلي تو هذا كي سكراكي اثنها تواجه مثل ثاني توغجد اثنها توغجد تبديل لاكولور استبدل تبديل باقي قريس شما اغنجي كي بيان سور بوكو قشوط شما كي هو كنا في الدار وغاد زرا اسكو تبديل لاكولور خطا دي فوا اتخدم ادي تبوستي كي تفيق دارا اما في الدوارات دوكا كي كاع تفيق بلي اثنها يوغجد دوره كيما قلت لكم دوكا هنايا راهي بدات تبدل لاكولور تاعو مازال شويه من بصح راهي بدات ها وبالنسبه للمراني درتو باش يغلي هنايا بيان سور هذيك هذيك الكميه اللي قعدت منه دركا راح نشوفو كيفاش نكمل دركا هنايا حياتي كيما راكو تشوفو يعني العسيله هذه ولات لا كولور تاعها شغل تبدلت كامل شغل راهي حمره شويه دركا راني نقصت له برك شويه وبالنسبه لهذا الماء راكو تشوفو راه يغلي دروكا راح نبداو نزيدو هكا الداخل بيان سور بالك ردوا بالكم اللي كنا لازم بلا قلب بلا كيف بدنا نحكي اختو لازم ديرو بلا قلب بلا او سي بو دروكا راني كملت منو
دروك هنايا خياتي بيان سور راح نخليه نحسبوا له 10 دقائق، لازم يغلي هكا 10 دقائق باش نطفيو ليه. وسيبو رانا كملنا من العسيلة تاعنا وراح تشوفوها كيفاش خرجت في الاخير. فوالا ها راكم تشوفوا يعني كيفاش خرجت بزاف مليحه. ان شاء الله راح ديروها كامل على خاطر على بالي باللي راح تحقوها كامل في سواء في المقروط تاعكم سواء في القلب اللوز تاعكم راح تحقوها كامل. كي كنت نعطي حبايبي اسحوج من السكر ما غير قلب اللوز ما غير المقروط ما ايش حجوان كنت شنخدم في الحسيله بزاف بزاف فيها. دروك هنا يا خياتي راني كملت من هاد العسيله كيما راكم تشوفوا راح نطفيو ليها بعد ما جات 10 دقائق. مي بصح هنايا كيما راهي باين لكم راهو احمر بزاف بزاف مي بصح شغل على خاطر انايا خليت شويه هكا زايد ف خليت شويه تحمر بزياده ولا كيفاش نقول لكم بصح بزاف مليحه لهذا رمضان. نقول لكم غير ديروها ولا غير ماش راح توليو مدمنين عليها. ها انت حدا يمشي تفا حنا في العسل انا نمشي تفا حتى تولي حماش طاح خطاك كثيرة ها راكم تشوفوا دونك اخياتي بالنسبه للعسيله كيفاش خرجت. قلت لكم انايا شغل شغل قعدت شويه فوق الفرن شغل راهي ولات حمرا شويه بابور العسيله نورمال مي بصح نورمال كاي اسقاش ورتو غاش تحت الزكور بارابور على العسيله نورمال شوف شوف فين تبات تفطر شويه تروح على الزكور تيجي شويه كي بنت تاع البواله هي تمشط خطا لا تفتح حق زاد لا ما حصلت صح تست